يمكن اجيلي كمان، يمكن كانت لحظه صعبه، اصابه رحمه، يمكن انتوا في الملعب شفتوا لما بيقر لعيبه وبيقعد يصرخ ووجع الالم الاصابه، الفرقه بتتخض يعني، حسيتوا بايه؟ هي بصراحة يعني كانت مفاجأة بالنسبة لنا، لأن هو كان في بداية الشوط ما كناش عاملين حسابنا على حاجة زي كده، وهي عنصر أساسي، هي اللي بتلاقي لنا حلول في الملعب، فهي كانت مفاجأة كمان يعني. كان عندنا أمل إن هي كانت تخرج وتنزل بعد كده، بس كانت مفاجأة إن هي كمان ما نزلتش. بس الحمد لله يعني الفرقة كانت قدها، وإن إحنا قدرنا يعني إن إحنا نعوض، الحمد لله تعادلنا. الحمد لله إن شاء الله تبقى معاكم في كأس العالم. وكأس العالم إمتى؟ في شهر 6 ان شاء الله. شهر 6 ان شاء الله، عندنا وقت 3 4 ان شاء الله تلحق باذن الله، تلحق ان شاء الله باذن الله تلحق ان شاء الله. طب قولي لي بقى، كلميني عن لقب احسن حارس مرمى. يعني انت كنت رايحه وكنت متوقعه ده، خاصه انت في البحر الابيض المتوسط او في افريقيا اللي قبل كده خدتي هذا اللقب، فانت بتبقى رايحه كل افريقيا عارفاك يعني، عارفين ان انت مرشحه تاخدي ده. كنت حاسه ان هتاخديه مع اول يوم في البطوله، ولا حسيت ان في منافسه؟ لا يعني هو اكيد في كان حاسه بالمنافسه من انجولا، بس بالظبط يعني هم يعني منتخب محترم برضو، بس يعني انا كنت بعمل اكتر حاجه عندي ان انا علشان ابقى بشيل فرقتي، وان انا اكون نظهر بصوره مشرفه وكويسه يعني. نعم. طيب يعني قولي لي اصعب مباراه لعبتوها، يعني اكتر مباراه انت حسيت ان فيها منافسه وفيها يعني هاند بول كتير، يعني فيها هاند بول عالي. مباراه انجولا في المجموعات وفي الفاينل. مباراه انجولا، المباراه الاخرى كانت يمكن اهدى شويه، حتى قبل النهائي كمان. قبل النهائي لا، المباراه كانت صعبه برضو بالزبط. بس احنا شبه كنا واثقين ومطمنين ان احنا نقدر ان احنا نكسب. بس هو ماتش انجولا بقى كان فيه بالظبط. طب والاخبار العنف ايه؟ يعني هل احنا قادرين؟ يعني اليد لعبه عنيفه بالزبط. احنا برضو بنطمن، هل احنا نقدر نجاري الافارقه؟ بنقدر، عندنا القوات دي؟ لا نقدر، ما احنا كنا خسرنا فرق واحد وتعادلنا معاهم. لا احنا نقدر يعني، احنا بنجاريهم في القوه، هم اقوى مننا بس احنا نقدر نجاريهم، مش بالدرجه الكبيره قوي يعني. احنا الحمد لله الكابتن عامل معانا شغل بدني عالي ومجهزنا بالظبط، فمخلينا ان احنا عندنا استعداد وقابليه لاي حاجه احنا بنواجهها. طب الصعوبات، خلينا نتكلم يعني، ماتشات افريقيا او البطولات اللي بتلعب في افريقيا بيبقى فيها نوع يعني خاص من الصعوبات. اولا الاقامه بتبقى أكيد. الإقامة بتبقى يعني بشكل أو آخر مش زي اللي احنا عايزينه، بتبقى الملاعب نفس الكلام. أنت يعني كلاعبة أو كحارس مرمى مهم في الفريق، الصعوبات اللي قابلتكم إيه؟ أول حاجة الإقامة، احنا كنا جايين بأكلنا فعلا. لا الفريق بقى شبات بقى، أنت مش هتشيل هم الأكل هتاكل بقى خالص، طبيخ بقى وأكل وكله تمام بالظبط. كنا جايين كنتوا واخدين معاكم إيه؟ لا يا أب عندي دي شوية، لا أنت هتعدي كده تعالي لي بقى، كنتوا واخدين أكل إيه معاك؟ معلبات، تونة، رز، مكرونة كده يعني، الحاجات الخفيفة اللي نقدر نعملها. معلبات دي ماشي. طب الطبيخ إيه؟ ما خدتوش حاجة؟ مش طبيخ. لا ما هو لا ما ينفعش اي طبيخ. لا ما هو الرز المطبخ والمطبخ جبت ولا ايه؟ مش فيه مطبخ. عشان كان شوربه. مش كنت بتعملي شوربه؟ بس ده شوربه ميه سخنه وبتاع وكلام من ده. لا لا عايز طبيخ. ما الامكانيات مش موجوده. لا امكانيات ايه بقى يا كابتن؟ لا انت بعد كده ما كانش في بوتاجاز، كنت حضروا لنا حاجه واحنا كنا هنعمل لكم. هنحضر لكم بس بعد كده الاتحاد، انتوا بعد كده وانتوا طالعين تبقوا عاملين حسابكم، لان انتوا خلي بالك الاكل مشكله، لو ما اكلتش كويس مشكله. بالظبط. اديتوها السفريه كلها معلبات؟ كان قليل قوي لما بنلاقي حاجه تتاكل في الفندق الفاكهة يعني. الفاكهه طيب؟ هي الفاكهه الحاجه الوحيده اللي تتاكل في الفندق. والعسل؟ ما ده كان معانا الحمد لله. احنا جايين تاخدينه معاكم؟ وكان في هناك برضو، بس احنا كنا عاملين حسابنا. عاملين حسابكم بس لما رحتوا زدت الخرخير. بالظبط. الموز هناك موز يعني الموز أناناس حلو جدا. وخلي بالك الموز مهم للعيب، لانه بيعوضك عن الشد والاجهاد والكلام ده كله. حتى لعيبه التنس بياكلوا موز اثناء المباراه. طيب ايه الصعوبات الثانيه غير الاقامه والاكل؟ الصاله اللي احنا كنا بنلعب فيها كان الجو حر جدا يعني. اول يومين كان اصعب يومين بصراحه. ليه بقى؟ الجو ما كناش لسه اتعودنا عليه، كانت درجه الحراره 30، فكانت لسه انت بتتعود على الحاجه اللي انت متعود عليها. بعد كده بقى احسن بكتير يعني. طب ما قدرناش يعني، قدرنا ان احنا نتاقلم على الوضع. وطبعا انتوا رايحين انتوا هنا بالجواكت بقى وبتاع، ورحتوا فتحتوا باب الطياره. الله الله عودك. بالظبط. بس برضه احنا يعني من 2019 واحنا متعودين على حاجه زي كده يعني. احنا كانت اجواء 2019 كانت فين بقى؟ في النيجر. نيجر. بالظبط. طب ده غنى يعني، الموضوع احسن. بالظبط. فاحنا متعودين على الحاجات دي يعني. الكابتن معودنا من احنا في 2019 ان الحاجات دي بتبقى ما بتاخدش جزء كبير من تفكيرنا، احنا بنركز اي حاجه على الماتش. طلعتوا سفاري؟ كان تركيزنا كله على الماتش. ما طلعتوش بعد البطوله حاجه؟ لا. ده انا ما فيش بلد افريقيه رحتها الا ما كنت حريص ان اطلع السفاري. ده بتبقى على فكره مش بعيده، لان هو بتبقى الغابات قريبه جدا من الـ من الـ من الـ بس انت ما فكرتيش تروح. لا احنا كان علشان كان ثلاث ماتشات جامدين، فكانت كل وقت راحه احنا كان لازم نستغله كويس، ما كانش بيبقى في وقت ان احنا نخرج او ان احنا نروح في حته. طب قولي لي، من الملعب، من الاقامه للملعب كانت مسافه قد ايه؟ حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. الأتوبيس، التنقلات كانت حلوة، الدنيا كانت مريحة، الأتوبيس مكيف،
لا احنا ما كناش بنستخدم التكييف، كنا بنتعود كده على الجو الرباني. ربنا بقى على الله طبعا. بس بس قصدي اقول لك الترانسبورتيشن في من لا كان كويس كمان. كويس. طب وتعامل الجماهير مع البعثه المصريه؟ هم بيحبونا يعني حب كده رباني فعلا. لما بيشوفونا بيشجعونا وبيحبونا كده، تحس في تقرب مننا فعلا.